زلنا في الكلام على الأحكام المتعلقة بالغسل. يجب الغسل من ثلاثة أشياء، وهي يا عيسى الجنابة والحيض والنفاس. ما المراد بالجنابة يا أبا بكر؟ الجماع أو خروج المني في اليقظة أو المني. قال خروج المني بلذة معتادة، مفهومه إذا خرج المني بغير لذة معتادة، خرج لمرض أو لشدة برد، فإن هذا لا يوجب الغسل، وهو الصحيح كما ذكرنا قبل. والجنابة المراد بها الجماع، فلو جامع من غير إنزال هل يجب عليه الغسل؟ نعم. والحيض والنفاس معروفة. هل بقي شيء مما يجب الغسل منه مما صحت به السنة؟ هنالك بعض المسائل اختلف العلماء فيها، مثل غسل الميت إذا مات هل يجب غسله أو يستحب؟ الراجح أنه يجب غسله، الأمر به لم يذكره المؤلف هاهنا، إما لأن هذا لا يكلف به الميت، الغسل يجب على من؟ على الأحياء، يجب عليهم أن يغسلوا الميت. الصحيح أن الموت من أسباب الغسل. أيضا غسل الكافر إذا أسلم هل يجب الغسل عند الدخول في الإسلام؟ اختلف العلماء في هذا، والراجح أيضا أنه يجب الغسل عند الدخول في الإسلام، لحديث ثمامة، حديث أبي هريرة في قصة ثمامة ابن أثال أنه كان كافرا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أخذوه أسيرا وربط في سارية من سواري المسجد، ثم بعد ذلك أسلم، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، أمره، الأمر الأصل فيه الوجوب. إذن زيادة على هذه الثلاث الجنابة والحيض والنفاس يزاد عليها الموت والغسل عند الدخول في الإسلام. بقيت بعض المسائل الأخرى لكن هذا الراجح، الأخرى المسائل فيها خلاف، والراجح عدم وجوب الغسل إلا في هذه الخمسة. فرائض الغسل عندك يا محمد؟ نعم. النية متى ينوي؟ حين يبدأ عند الشروع، حين يبدأ في الغسل، ولا بأس أن ينوي قبله، لكن إيش؟ يستصحب النية. فرق بين أن يقال يجب عليه تعيين النية عند الغسل، وبين أن يقال يكفي أن يستصحب النية. ما الفرق بين الأمرين؟ كعذر. النية يستصحب النية بمعنى مثلا ينوي أن يغتسل، يعني هو في المسجد وينوي أن يغتسل يعني خارج المسجد. نعم. فينوي من المسجد ويكفي. نعم، يكفي أن ينوي، يعزم على أن يغتسل، ثم يقوم بالغسل، ولا يلزمه عند الغسل أن يستحضر النية ويعينها، يكفي استصحاب حكمها، استصحاب حكمها ألا ينوي قطعها، لا ينوي قطع النية، فما دام عازما
من النية من أول الأمر ولم يصدر عنه ما يوجب قطع النية، لم يقطع النية، حتى ولو شغل عن استحضار النية يكفي منه، يكفي استصحاب النية. هنا قال الشيخ النية عند الشروع، الراجح أن هذا لا يجب عند الشروع، فلو استصحبها قبل يكفي، لو استصحبها من قبل يكفي. من فروض الغسل أيضا يا عبد الرحمن النية، وماذا إدريس؟ طيب لا بأس. أبا موسى، من غسل الوجه فقط؟ نعم، من فروض الغسل وليس الوضوء. ذكر محمد واحد وهو النية، الثاني عمران، عيسى، الفور. مراد بالفور إيش؟ المتابعة، بأن يتابع بين أعضاء الغسل. أيضا عادل عندك جواب؟ أبا بكر، الدلك. ما المراد بالدلك؟ إمرار اليد على الجسد، وهذا عند المالكية يشترطون الدلك. والراجح في هذا يا أبا بكر عندك أنت بكر الثاني، هل يجب الدلك عند الغسل؟ الراجح أنه لا يجب، وهو مذهب الجمهور، جمهور العلماء. ويدل على عدم وجوبه حديث جابر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفيض الماء على رأسه ثلاثا، الإفاضة ليس مع ذلك. أيضا من فروض الغسل أبا سعيد، أحسنت، العموم، تعميم الجسم بالغسل بحيث لا يبقى موضع من الجسد إلا ويصله الماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسننه. وقفنا عند السنن هكذا، وقفنا عند السنن. وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، والمضمضة، والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن وهي الثقبة الداخلة في الرأس. وأما صحفة الأذن فيجب غسلها، غسل ظاهرها وباطنها. السنن المراد بها مستحبات المؤكد استحبابها، التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. ذكر من سنن الغسل، قال: غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، أن يبدأ أولاً فيغسل يديه الكفين، لأن اليد عند الإطلاق يراد بها الكفين، فيغسلهما عند الشروع في الغسل. وهذا ثبت في حديث عبد الله بن في حديث عائشة وحفصة في صفة وضوء، في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، أنه يبدأ أولاً فيغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة مثل ما يتوضأ للصلاة. ولكن في حديث عائشة أنه يتوضأ وضوءا كاملا إلى أن يغسل الرجلين، وفي حديث ميمونة، وليس حفصة وهم مني، في حديث ميمونة يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين إلى أن ينتهي من الغسل، من غسل جميع جسده، أن يبدأ بغسل الكفين والاستنجاء، مضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين والرأس، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يتنحى، أن يبتعد قليلا عن مكان الغسل فيغسل رجليه. هكذا في حديث ميمونة في الصحيحين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه يتوضأ وضوءا كاملا حتى يغسل رجليه، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا، شقه الأيسر ثلاثا،
ثم يفيض الماء على رأسه فينتهي من غسله. جمع بعض العلماء بين هذين الحديثين وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتوضأ وضوءا كاملا كما جاء به حديث ميمونة، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من الغسل. وهذا هو السنة، أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، جمعا بين الحديثين، بين حديث ميمونة بنت الحارث وحديث عائشة رضي الله عنهما. قال: غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن. صماخ الأذن هي الثقبة، قال: وهي الثقبة الداخلة في الرأس من الأذن، أي غسلها مستحب. وكيف غسلها؟ يبلل إصبع بالماء فيدخلها فيها، لا أنه يسكب الماء عليها سكبا، لأن هذا قد يضر بالأذن، وما أمرنا بهذا. وأما صفحة الأذن، صفحتها أي الأذن نفسها، صفحة الأذن، فيجب غسل ظاهرها وباطنها لأنها من الجسم، كما تغسل اليد والرأس وسائر أعضاء الجسم، كذلك تغسل اليد ظاهرها وباطنها. فغسلها واجب لأنه داخل في ماذا؟ في أحد فروض الغسل، وهو ماذا؟ العموم، الذي هو تعميم الجسم بالغسل، فيدخل في ذلك غسل الأذن ظاهرها وباطنها. وأما الثقبة التي هي الداخلة في الرأس فهذا مسحها بالإصبع سنة وليس بواجب. ثم قال الشيخ بعد هذا: وفضائله البداية بغسل النجاسة، ثم الذكر فينوي عنده، ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، ثم أعلى جسده، وتثليث غسل الرأس، وتقديم شق جسده الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء. ما الفرق بين الفضائل والسنن يا سالف؟ والسنن ما هو هذا؟ السنة والفضائل لم يداوم عليه. أحسنت، هذا اصطلاح عند المالكية، وإلا فأكثر الفقهاء لا يفرقون بين الأفضل والسنة والمستحب في اصطلاحات الفقهاء. أما عند المتقدمين السلف فإن السنة عندهم تأتي بمعنى الواجب وبمعنى المستحب، لهذا يفرق بين اصطلاح المتقدمين والمتأخرين، اصطلاحات ما فيها مشاحة. فتأتي السنة بمعنى الواجب وتأتي بمعنى المستحب عند المتقدمين، وأما عند المتأخرين الفقهاء فيطلقون السنة على المستحب. كذلك في المحرم والمكروه، المكروه عند المتقدمين يطلق غالبا على المحرم، بل في عرف القرآن والسنة أقوال السلف غالبا ما يطلق المكروه على المحرم. في سورة الإسراء ذكر الله عز وجل جملة من المحرمات، منها إيش؟ الزنا، قتل، أكل مال اليتيم، ثم قال بعدها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروه عند الله يعني محرم يبغضه الله. المتأخرون من الفقهاء اصطلحوا على إطلاق المكروه على المكروه كراهة التنزيه، فيفرق بين هذا وهذا. قال ابن القيم رحمه الله: وقد غلط كثير من الأتباع على أئمتهم، فيجدون في كلام الأئمة إطلاق الكراهة على شيء، والأئمة أرادوا كراهة التحريم،
فيفسرها التابع المتأخر بكراهة التنزيه. هذا خطأ وسوء فهم لكلام الأئمة. من ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله: أكره للرجل أن يتزوج بنته من الزنا. الرجل إذا زنى بامرأة فحملت بنتا، قال الشافعي: أكره له أن يتزوج هذه البنت. بعض متأخر الشافعية فسر هذه الكراهة بكراهة التنزيه، يعني يجوز لكنه مكروه أن يتزوج الرجل بنت من الزنا. قال ابن القيم: وهذا غلط قبيح على الشافعي، فإن جلالة الإمام الشافعي أنه لا يريد بذلك كراهة التنزيه، بل أراد كراهة التحريم، هذا اصطلاح معروف عند المتقدمين. هذا واضح أن الرجل يحرم عليه أن يتزوج بنته من الزنا، وإن كانت هي محرمة عليه، أي لا يجوز له أن يختلط بها ولا أن يسافر بها، أي ليس هو محرم لها، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن يتزوجها لأنها بنته لكن من حرام. وهكذا الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: أكره الصلاة عند المقابر، في المقبرة. غلط بعض الحنابلة ففسر ذلك بكراهة التنزيه، قال الشيخ الألباني: وإنما أراد كراهة التحريم، لأن الأدلة جاءت بالوعيد الشديد في من يتخذ المساجد، في من يتخذ القبور مساجد. فلا بد أن نفرق في الاصطلاحات عند العلماء. هنا المالكية لهم هذا الاصطلاح في التفريق بين السنن والفضائل، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، له أن يسمي هذا ما شاء، أهم شيء المعنى، فهم المعنى، سمها سنة سمها فضيلة، لكن معناها ماذا؟ أن من تركها لا يأثم، ومن فعلها يؤجر. السنة كلها تتفق على هذا المسمى، المعنى مستحبات. كذلك في المحرم والمكروه، سمه المحرم، لو سميته مكروها وأنت تعتقد أن من فعله يأثم لا حرج، لا مشاحة في الاصطلاح. قال: وفضائله البداية، أي البدء، البداءة بإثبات الياء، ويجوز بالهمزة، يقال البداءة والبداية. البداية بغسل النجاسة ثم الذكر، يبدأ أولا بغسل النجاسة، إذا كان في ذكره نجاسة أو في شيء من بدنه نجاسة يبدأ بغسلها، ثم الذكر، أي ثم يغسل ذكره. وهذا ثبت في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل ذكره ثم يغسل يديه، وفي رواية ثم يمسح بيديه الحائط إذا كان أصابتها نجاسة، فينوي عنده، أي عند غسل الذكر. وهذا على المذهب عند المالكية أنه لا بد أن يعين النية عند البداية بالغسل، وعلى الراجح يكفي استصحاب النية. واضح؟ قال: فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة. أعضاء الوضوء عندهم من الفضائل وليس من السنن، السنن عندهم إيه؟ المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، وأما غسل أعضاء الوضوء كلها فيرونها من الفضائل. مرة مرة، ويجوز أن يغسلها مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، أن يغسل كل عضو مرة مرة أو ثلاثا ثلاثا. ما الفرق بين الغسلة والغرفة يا أخانا علي؟ حضرت الدرس لم تحضر؟ عادل، الغسلة والغرفة، يغسل ثلاثا
ما معنى غسل العضو ثلاثا؟ كأنك ما تراجع دروس الفقه. طيب يعمم أعضاء الوضوء ثلاث مرات ولو كان بأكثر من غرفة. نعم، فرق بين الغسل والغرفة. قد تأخذ غرفة واحدة فلا تكفي لغسل الوجه، تأخذ غرفة الثانية والثالثة، فإذا عممت وجهك بالغسل تسمى هذه غسلة وإن كانت بأكثر من غرفة. فقوله ثم أعضاء الوضوء مرة مرة أي يغسلها مرة مرة، ويجوز أن يغسل كل منها مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال ثم أعلى جسده الرأس، وتثليث غسل الرأس، ورد هذا في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه ثلاثا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم يخلل بيديه شعره، كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام كثيفا. ثبت في بعض الأحاديث أن شعره يضرب إلى منكبيه وأحيانا إلى فروع أذنيه، يعني أحيانا يقصره إلى فروع الأذنين وأحيانا يتركه إلى أن يصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه كانت عادة عند العرب عند النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم كانوا يطيلون الشعر. قال الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء الأصل أن المسلم يوافق المجتمع الذي يعيش فيه فيما هو من العادات، العادات العامة، مجتمع مسلم المجتمع الذي يعيش فيه يشترك معهم في العادات الذي هم فيها. فكان من عادات العرب إطالة شعر الرأس، فوافقهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك فكان يطيل شعره. وبعض العلماء يرى أن إطالة الشعر سنة، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أطال شعره إلا تعبدا وأراد أن ذلك سنة، ولكن هذا والله أعلم لم يظهر فيه دليل. فالأرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال شعر موافقة لمجتمعه الذي يعيش فيه. شاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما كان شعره كثيفا وطويلا كان يخلل بيديه شعره. قالت عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني حتى إذا غلب على ظنه أن الماء وصل إلى بشرة الرأس وأنه عمم رأسه بالماء أفاض الماء عليه ثلاث مرات. وهذا فيه تثليث الرأس بالغسل أن ذلك يستحب. رحمك الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتقديم شق جسده الأيمن، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. يدل على هذا حديث أم عطية أنه لما توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت عطية قالت أم عطية دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني حتى يذهب ما بها من الأذى. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. بميامنها أي بالشق الأيمن بالأعضاء اليمنى، فيغسل الشق الأيمن منكبه ويديه وجنبه الأيمن إلى رجله، ثم الشق الأيسر. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيستحب البدء بالشق الأيمن ثم الأيسر. قال الشيخ وتقليل الماء على الأعضاء، يعني يكره الإسراف في الماء فيأخذ من الماء الذي يكفي للغسل، يقلد الماء ما استطاع تقليلا يقوم فيه بالواجب، بواجب الغسل.
فيحرص على تعميم جسده بالغسل، وأيضا يحرص ألا يسرف إسرافا بأن يأخذ ماء لا حاجة له، يطبق السنة في غسله ما استطاع من غير إسراف، لأن الإسراف منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون أي يتجاوزون في الطهور أي في الغسل أو في الوضوء. هذا فيه إشارة إلى الذنب والنهي عن هذا. وعموم قول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدث بهذا الحديث جابر رضي الله عنه عند بعض الناس من التابعين، فاستنكر هذا الصاع، كيف يكفي الصاع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال جابر رضي الله عنه: كان يكفي. نعم، قال ذلك رجل: يا رسول، يا جابر، إن ذلك لا يكفيني الصاع. فقال جابر: كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير منك وأحرص على العبادة وعلى الطهارة، وهو أيضا أكثر منك شعرا، ومع هذا كان يغتسل بالصاع. فتريد أنت أكثر من هذا؟ ففيه الحرص والعناية بعدم الزيادة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال الشيخ: ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر، وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه. من نسي لمعة، تقدم معنا معنى لمعة، بقعة صغيرة يسيرة في الجسم قدر اللمعة، قدر الظفر مثلا أو دونه، يرى ظاهر. فإذا نسيه الشخص أو نسي عضوا اغتسل مسرعا، لم يعمم جسد بالغسل وترك ذلك نسيانا لا عمدا، أما إذا تعمد تركه مع وجود الماء فإنه آثم، لا يجوز أن يصلي حتى يغتسل. لكن لو فعل ذلك نسيانا، كأن أو أراد أن يغسلها بعد، أو تأخر عنه الماء ثم ترك غسلها، فإنه يبادر إلى غسله إذا تذكر. متى تذكر يجب عليه أن يبادر وأن يسارع إلى غسل هذا العضو، لما تقدم معنا في الوضوء أن رجلا توضأ وصلى فرأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام قدر الظفر في ظهر قدمه لم يصله الماء، قال له: ارجع فأحسن وضوءك. وفي رواية: أمره بإعادة الوضوء والصلاة. فإذا نسي عضوا يبادر إلى غسله. قال الشيخ: ولو بعد شهر. هل يمكن هذا أن ينسى ولا يذكر إلا بعد شهر؟ يمكن هذا، إذا نسي عضوا ليغسله وهو عازم على أن يغسله، ثم نسي أن يغسله وبقي ناسيا حتى مرت أيام، فأخبره شخص كان معه لما اغتسل وقال له: هل أنت غسلت ذلك العضو في ذلك اليوم أم تركته؟ كان تكون معه زوجته، فهذا ممكن. فلو حصل وتذكر ولو بعد مدة طويلة فالواجب عليه أن يعيد الغسل ويعيد ما صلى، لأن صلاة باطلة، مثل من يصلي على غير وضوء ناسيا، وغسله ما دام أن غسل واجب من جنابة أو امرأة من حيض أو نفاس، فإنها إذا صلت أو صلى الرجل من الجنابة من غير أن يغسل جميع جسده فإن طهارته غير صحيحة،
فتكون الصلاة باطلة. إذا كان ناسيا لا يأثم بلا شك، لكنه يؤمر بالإعادة، يؤمر بالإعادة. عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس صلاة الصبح ثم رأى في ثوبه أثر مني اغتسل وأعاد الصلاة، صلى ناسيا. فمن ترك عضوا نسيانا نقول بادر إلى غسله، فإن فاتته صلاة يقضي هذه الصلاة، إن كانت أكثر من صلاة يقضيها بحسب الصلوات التي فاتته. قال: وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله. إذا تذكر وأهمل لم يقم بالاغتسال يبطل غسله. تقدم معنا الكلام على مسألة الفور في الغسل، المتابعة. إذا نسي غسلا عضوا مثلا يده ما غسلها ثم تذكر نقول يجب عليك أن تغسل. هذا في إشارة عند المالكية إلى أنهم يرون الفور في حق الناس يسقط. ما معنى هذا الكلام يا سالف؟ نعم. إذا نسي لا يلزمه أن يعيد الغسل من أوله، انقطع عنه الماء أو نسي بحيث لم يتمكن من متابعة من غسل جميع أعضاء الجسد. إذا قلنا إن الفور واجب ولو مع النسيان والعذر نقول يبطل غسله ولو ترك ناسيا، لكن نص وقال إذا نسيه وجب غسله عند تذكره. أفاد هذا أن الفور عندهم أو الموالاة في اصطلاح غيرهم إذا نسي الشخص عضوا من أعضائه فإنه يسقط عنه الفور، يغسل هذا العضو فقط. أما إذا قلنا بوجوب الفور والمتابعة حتى عند النسيان نقول وإن نسيت لكن يجب عليك أن تغسل، أن تغتسل غسلا كاملا. واضح أن النسيان يسقط معه الفور والمتابعة. تقدم معنا أن من الفروض إيش؟ من فروض الغسل النية والفور، متابعة غسل جميع الأعضاء. إذا نسي عضوا هل نقول يجب عليك أن تغسل جسدك؟ إن قلنا بهذا يعني أن الفور لا يسقط مع النسيان، واجب عليه الفور. فلما نصوا وقالوا إذا نسي يغسل العضو فقط أفاد ذلك أن الفور لا يجب عند النسيان. واضح؟ فهم هذا الكلام؟ الفور لا يجب عند النسيان، فمن نسي عضوا لم يغسله يغسل هذا العضو فقط. فإذا أخره ما غسله قال بطل وضوءه لأنه ترك الفور عمدا. واضح؟ قال وإن أخره بعد ذكره، تذكر وأخر غسله، يبطل الغسل كاملا. كمن اغتسل متعمدا ترك غسل يده تعمدا، ما حكم غسله؟ باطل، لأنه ما عمم الجسد بالغسل. كذلك من غسل جسده ونسي عضوا ثم تذكر بعد حين نقول بادر بالغسل الآن، فإذا لم تبادر الآن يبطل غسلك. واضح؟ قال ومن نسي لمعة عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله. فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه. إذا كان هذا العضو من أعضاء الوضوء، اغتسل شخص لصلاة الفجر من الجنابة ونسي غسل يده من الجنابة ثم صلى الفجر ناسيا
وجاءت صلاة الظهر فتوضأ لها وصلى الظهر. بعد صلاة الظهر تذكر أنه لم يغسل يده ذراعه عندما اغتسل للجنابة، لكنه غسلها مع الوضوء لصلاة الظهر. واضح؟ غسلها مع الوضوء لصلاة الظهر. انظر ماذا قال الشيخ: فإن كان في أعضاء الوضوء، أي هذا العضو الذي نسيه هو من أعضاء الوضوء، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه، صح غسله. مفهوم؟ لأنه غسل هذه اليد تعبدا بنية رفع الحدث، بخلاف ما لو كان من غير أعضاء الوضوء، نسي أن يغسل منكبه مثلا، نسي أن يغسل منكبه ثم بعد ذلك غسله ليس من أجل جنابه، غسل من باب أن يتبرد من الحر من الحمى، أو ذهب يسبح في الماء فاغتسل هذا، لكن هل غسل بنية الطهارة؟ لا. إذن يجب عليه أن يغتسل إذا تذكر. مفهوم هذا أم لا؟ قال: فإن كان في أعضاء الوضوء، لابد أن يكون المنسي من أعضاء الوضوء، وصادفه غسل الوضوء أجزأه. إذا كان من غير أعضاء الوضوء وغسله فلا يجزي. لماذا لا يجزي؟ لأنه لو غسل ما ينوي به التعبد، ما ينوي به رفع الحدث، أما الوضوء فقد نوى به رفع الحدث، لأن الوضوء عبادة، بخلاف الغسل السباحة أو يغتسل ليتنظف من الحر مثلا أو من أثر التراب، هذا ما ينوي به رفع حدث. مفهوم هذا؟ يعيد الصلاة؟ لا، ما يعيدها، لأن توضأ قبل صلاة الظهر في هذا المثال، توضأ قبل صلاة الظهر. صلاة الفجر؟ لا، صلاة الفجر يعيد صلاة الفجر. نعم، الفجر يعيدها، أما الظهر صلاته تصح لها. نعم، لأنه قال قبل وأعاد ما صلى قبله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه. هذه مسألة أخرى جديدة. الجنب هل يجوز له أن يدخل المسجد؟ قال الشيخ: لا يحل، يعني يحرم عليه أن يدخل المسجد حتى يغتسل. وهذه مسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء. هذا القول الأول: تحريم دخول المسجد مطلقا. القول الثاني: تحريم الجلوس والبقاء في المسجد، أما إذا دخل المسجد مارا لحاجة يدخل من الباب فيأخذ الشيء ثم يخرج، هذا جائز عند بعض الفقهاء كالشافعية. والقول الثالث في هذه المسألة: جواز ذلك مطلقا، يجوز الجلوس للجنب لكن لا يصلي حتى يغتسل. استدل الشافعية ومنهم أيضا الحنابلة بقوله تعالى من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قالوا أي لا تدخلوا المسجد للصلاة ولا غيرها وأنتم سكارى. ولا جنبا أي ولا تقربوا الصلاة وتدخلوا المسجد وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، إلا مرن يدخل لحاجته فيأخذها ويمشي يجوز حتى تغتسل. والصحيح جواز دخول الجنب المسجد وجواز المكث فيه. وأما هذه الآية فالصحيح في معناها القول الآخر، أن معناها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، أي ولا تقربوا الصلاة، أي لا تصلوا وأنتم في جنابة، ولا جنبا إلا عابري سبيل. ما معنى عابري سبيل؟ في سفر. قال ابن القيم: لم يطلق لفظة عابر سبيل إلا للمسافر،
أما من يدخل المسجد بشيء ويخرج ما يسمى عابر سبيل في عرف القرآن والسنة. فعابر السبيل هو المسافر، السبيل هي الطريق. نعم. ومعنى الآية إذا كنتم عابري سبيل أي في سفر فلا تقربوا الصلاة حتى تغتسلوا، هذا الصحيح في معناه. وذلك لأن الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذا كنتم عابري سبيل فيجب عليكم أيضا ألا تصلوا إلا بغسل، لأن المسافر قد يترخص ويستهين في ترك الغسل فيتيمم عند وجود الماء، يقال لا ما دامنا موجودا يجب عليك أن تغتسل. فالصحيح جواز دخول الجنوب للمسجد. ويدل على هذا أيضا حديث ثمامة بن أثال المتقدم، حديث أبي هريرة أن ثمامة بن أثال كان مشركا كافرا جاء به أسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فربط في ساريه يعني عمود من سواري المسجد 3 أيام وهو كافر، والكافر بلا شك أنه على جنابه حتى لو اغتسل 100 مرة لأن غسله ما يقبل منه فهو كافر، الغسل عبادة. فلو أجنب قبل سنة مثلا واغتسل ولو 100 مرة نقول أنت ما زلت على جنابه حتى تدخل في الإسلام فتغتسل. فهذا ثمامة ربطه النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام بسارية من سواري المسجد، فدل ذلك على جواز دخول الجنب للمسجد. وإذا دخله الكافر فالمسلم الجنب من باب أولى، المسلم الجنب من باب أولى. ويدل على هذا أيضا البراءة الأصلية، أي عدم الدليل الذي يدل على تحريم دخول الجنب إلى المسجد، ما يوجد دليل. وأما حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث ضعيف، من طريق جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة لا يصح حديثها. فالصحيح جواز دخول الجنب إلى المسجد، لكن خروجا من الخلاف ينبغي للشخص أن يغتسل قبل أن يدخل المسجد. فإن احتاج أن يدخل لشيء كان يكون على جنابه ويفوته درس فنقول حضور الدرس، احضر الدرس ثم اغتسل حتى لا يفوتك الدرس. أو امرأة حائض تدرس في المسجد يجوز لها أن تدخل للدرس ما دامت دخولها لحاجة، والأصل الجواز. قال ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، هذا قول الجمهور أنه يحرم على الجنب قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ، أراد أن يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقرأ أذكارا فيها آية مثلا يجوز هذا للحاجة. والقول الآخر في هذه المسألة أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن يعني من غير مصحف، مس المصحف شيء وقراءته شيء آخر. المراد قراءة القرآن يعني من الحفظ، فهنا مذهب جمهور الفقهاء أنه يحرم، والقول الآخر أنه يجوز أن يقرأ من الحفظ وهو الأصح دليلا لما تقدم معنا حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، مع قولها إنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل ويصوم، يعني أحيانا يؤخر الجنابة إلى طلوع الفجر وهو عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. والقرآن من ذكر الله عز وجل، فالراجح أنه جواز قراءة القرآن من الحفظ للجنب. قال ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحترم فلا شيء عليه.
من أراد أن يأتي زوجته أن يجامعها. يقول الشيخ لا يجوز له أن يأتي لمن لا يقدر على الماء البارد في ليلة شديدة البرد، لا يستطيع أن يغتسل إلا إذا كان الماء ساخنا، فلا يجوز له أن يأتي زوجته حتى يكون الماء، الآلة آلة الماء موجودة التي تسخنه. هذا القول غريب، مع أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله لا يفيد التحريم. قال مالك رحمه الله فيما نقله عنه ابن المنذر، قال لا أحب له أن يصيب أهله إلا ومعه ماء. قوله لا أحب له لا تفيد التحريم، تفيد الأفضل والأحوط، أن الشخص لا يأتي أهله لا يجامع امرأته إلا والماء عنده مهيأ للغسل. والقول الثاني قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز له أن يأتي أهله في الليلة الباردة وإن لم توجد عنده آلة الماء. عندنا الجنابة ترتفع إما بالماء بالغسل أو بالتيمم، إذا لم يوجد الماء هل يجوز أن يجامع أهله ثم يتطهر بالتيمم أم لا يجوز؟ المؤلف يرى أن هذا ما يجوز، لا بد أن يكون لا يأتي أهله إلا والماء موجود الذي سيغتسل به. أما إذا كان سيأتي أهله وهو يعلم أنه ما يغتسل إلا بالتراب، ما يتيمم إلا بالتراب، فلا يجوز له. والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز له أن يغتسل إذا لم يوجد الماء، أو إذا كان الماء موجودا لكن ما يستطيع أن يغتسل، لأن التيمم يرفع الحدث والجماع، والأصل في هذا الجواز، الأصل في هذا الجواز. هذا قوله الصحيح. وقال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأرشد في حالة عدم وجود الماء إلى التيمم، سواء تعمد الشخص الجنابة بالجماع أو احتلم كأن تأتيه الجنابة من غير عمد، ولأن الأصل الإباحة. فما هو الدليل على التحريم؟ لماذا نحرم على هذا الإنسان أن يجامع امرأته؟ هل عندنا دليل؟ ما يوجد دليل. والتيمم أحد الطهورين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد التراب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم. فهو طهور يرفع الحدث وتصح به الصلاة وغيرها. قال حتى يعد الآلة، أي آلة تسخين الماء. قال إلا أن يحتلم فلا شيء عليه، مراد أن الاحتلام يحصل في النوم بغير اختياره، بخلاف الجماع فإنه يجامع باختياره. هذا بناء على قولهم، والراجح أنه جواز أن يجامع الرجل امرأته وإن كان الماء غير موجود عنده أو إن كان لا يستطيعه فيتيمم، فالتيمم أحد الطهورين، والله تعالى أعلم. من يعمم جسده من بعض هل يجزي عن الوضوء؟ نعم، الراجح أن تعميم الغسل يجزي عن الوضوء، يجزي عن الوضوء عند الجمهور خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. فإذا أتى بفرائض الوضوء، تقدم معنا فرائض الوضوء إيش؟ النية والتعميم والفور على المذهب 3 والدلك، وعلى الراجح إيش؟ النية والتعميم فقط. نعم، النية والتعميم، التعميم معه الفور. فإذا غسل الماء، صب الماء على رأسه 3، يعني عمم بدنه ولو مرة واحدة، صار على طهارة، والباقي من السنن والفضائل، باقي من السنن والفضائل. نعم.